هل هناك دعاء ثابت صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ضاع منك شيء تقوله بعدين تلقاه؟ انتشر عند بعض الناس دعاء يقولون اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه جمعني بضالتي. هذا الحديث لا يصح، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أي دعاء أن إذا ضاع منك شيء تقوله، إنما أي دعاء تقول يا رب أني أحصل الشيء اللي ضيعته، هذا الأصل. أما دعاء مخصوص لم يرد. قال أيضا أنا نسيت شيء، شو أقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا، قال الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، إذا نسيت شيء اذكر الله تعالى بأي ذكر، لا إله إلا الله أي ذكر. قال الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، ذكر الله بأي ذكر تجد إن شاء الله تعالى ما نسيته في عقلك. أحبكم في الله، السلام عليكم.